تبعتوا وغادي نقولها لكم جوج دقائق. مفاوضات اكس ليبان راه مازال المؤرخين المغاربه ما رجعولاش كثير، لان خصوصا ان الافواه مكمومه، ممنوع اللي يهضر في التاريخ، والتاريخ راه مهم بالنسبه الينا لاننا نستفيد منه. هذه المفاوضات اريد لها ان تكون مفاوضات من اجل فريق واحد وليس للمغاربه ككل. ولهذا قبل ما ناخذ الاستقلال ديالنا اللي كان عندنا فيه خلاف، راه مازال ما استقلنا، لا زلنا ولا زالت اراضينا مغتصبه، وحتى الشعب المغربي لا زال مغتصبا حتى هو. ما نعيشه اليوم يمكن نقولوا انه اكثر او يعادل ما عاشته الحركه الوطنيه ايام الحمايه. ولهذا الاخوات والاخوان، احنا كان الموقف حزب الاستقلال وان نظل نكافح وان تظل المقاومه، وخصوصا المقاومه في الشمال اللي وصلت حتى للعيون والاقاليم الجنوبيه، تستمر سنتين او ثلاث سنوات وناخذ الاستقلال ديالنا كامل. هذا الراي ديال علال الفاسي لما اجتمع مع حركه المقاومه في الشمال وعاد انذاك الى طنجه اللي كانت دوليه. ولكن من بعد ما وقع واحد المشاكل داخل الحركه الوطنيه، يعني كان واحد الاتجاه يساري ولا يعرف عن الحدود الترابيه المغربيه، باش راه عندي بعض التسجيلات ديال قاده الحركه الوطنيه منهم السي اليازغي اللي تيقول ان علال الفاسي لوحده وحزب الاستقلال اللي كان تيعرف الحدود الحقيقيه ديال المغرب اللي تتمتد من سبته الى واد السنغال. هذا الصراع اللي وقع داخل الحركه الوطنيه بدعم من المستعمر الفرنسي من بعد الاستقلال، واللي عطى انفصال ديال 59، واللي عطى انفصال ديال الاتحاد الوطني لطلبه المغرب، الاتحاد المغربي للشغل، ناس اللي بداو تيقولوا ما عندهم علاقه بالسياسه هما ناس خبزيين. اذا الحركه الوطنيه اللي بقى متشبت بها واللي بقى متشبت بالثوابت وبالمبادئ وبقيم هاد الدوله هو حزب الاستقلال. ولهذا انفصال 59 ما اثرش علينا كثير، ولكن خلق مشاكل. المشاكل الكبرى اللي تخلقات هي ان موريتانيا اصبحت دوله وهي اراضي مغربيه محضه. هذا كل المؤرخين، ولما دخلت فرنسا راه موريتانيا مغربيه. خدينا استقلال بدون الاقاليم الجنوبيه، بدون سيدي افني، بدون تندوف وكولومبشار والقنادسه، وحنا تنعيشوا المشاكل اليوم. وبدينا شويه بشويه، ردينا سيدي افني في 69 75 ردينا الاقاليم الجنوبيه، ولكن ما يحصل اليوم من مشاكل داخليه وخصوصا بعد استحقاقات ديال 7 اكتوبر، اليوم تنشوفوا ان القضيه الوطنيه مع كامل الاسف اصبحت مهدده. اليوم تنقراو وتنسمعوا عبر الاخبار ان ما يحدث اليوم في القرقراس يعني خطير جدا، وان البوليزاريو اصبح الان في المحيط الاطلسي، وان هناك اتفاق بين موريتانيا والجزائر والبوليزاريو باش يديروا واحد الخط فاصل ما بين المغرب وما بين افريقيا، في الوقت اللي المغرب اليوم تيدافع باش يولي الاتحاد الافريقي. اليوم تنسمعوا من بعد يعني ناس مساكن اللي تيديروا نقل البضائع انه تيتعرضوا للسب وانهم خوانه لما تيمروا من هذا الخط. يعني كل ما كانت مشاكل داخليه وعدم احترام راي الشعب واحترام الاحزاب الوطنيه وتركها تكون عندها واحد استقلاليه القرار باش تقرر وتشارك في القرار، كل ما ضاعت من اراضينا وضاعت من كرامتنا اشياء كثيره.